عبد الله السعيد، جون انتوي يلعبها على طول، اول زوري مع النادي الاهلي، عبد الله السعيد من ناحيه اليمين، العرضيه والهدف، القلشه والهدف هنا على طول بتترد بهدف للنادي الاهلي، القلشه والهدف على طول واحده بواحده، لكن هنا اوف سايد، رد النادي الاهلي بقوه بهدف على طول، عرضيه عبد الله تتلعب توصل الدقيقه الثانيه هدف اول، هنشوف مين اللي قلش، عبد الله اللي لعب العرضيه والهدف الاول للنادي الاهلي، قلشه من الدفاع، هنشوف ادي اللعبه، ادي عبد الله السعيد، عبد الله مكمل، ادي هنشوف اتلعبت العرضيه ورقم 23 قالش شمس السعيد، شمس السعيد في مرمى، شمس السعيد، شمس الدين السعيد، وتقدم للاهلي 1-0، البدايه للاهلي 1-0، هنشوف ونتابع طبعا، ثم 21 سبتمبر نهائي كاس مصر ان شاء الله. باصين ثلاثه توصل الكره على طول وهجمه وتاني على طول فيها ضربه جزاء، في ضربه جزاء ادى البنا على طول ما استناش، ادي محمود البنا ادى القرار وضربه جزاء للنادي الاهلي، هنشوفها مع الاعاده النهارده، تشوفها مع الاعاده النهارده، طاقم اعدادنا وطاقم التجهيزات معانا النهارده كم كبير في الاستوديوهات والاستوديو التحليلي بتاعنا، ادي اللعبه وادي التحرك الجميل، رمضان صلحي وهي متاخده رجله، وادي رجله متاخده على طول، ادي رجله متاخده، ادي رجله متاخده على طول، ما فيهاش باينه جدا ومتاخده الرجل، وصفاره حكم اللقاء مدي ضربه الجزاء لصالح النادي الاهلي، بتتعاد لنا من اكتر من زاويه، وادي ضربه جزاء اسلام سليمان هو بيحاول يظبط، لكن مش هو اللي عامل ضربه الجزاء، اللي عاملها الظهير الايسر احمد قاسم، وهنشوف حسام عاشور وعبد الله السعيد والهدف الثاني، عبد الله السعيد والهدف الثاني في الدقيقه 9، الدقيقه 9 بتسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني للاهلي من ضربه جزاء 2-0 من ضربه جزاء، تقدم للاهلي طبعا، المباراه تجربه جيده للعيبه الاهلي النهارده، زي تمرين كويس ليهم قبل لقاء زي ما قلت استرداد الثقه، لقاء مهم جدا، النادي الاهلي يمكن واجهوا ظروف صعبه وتحكيم غريب جدا في لقاء النجم الساحلي، وضربه جزاء ظالمه الكل اكد عليها ادت لخساره 3 نقاط غاليه، كان التعادل هو الاقرب للقاء ان لم يكن النادي الاهلي اضاع اكثر من فرصه، الفائز من الاهلي وجونه هيلعب مع الشرطه، الفائز منهم هيلعب مع بتروجيت، اعزائي مشاهدي نادي سبورت، رمضان صبحي وهدف ثالث، وهدف ثالث عبد الله السعيد، لا النهارده عبد الله السعيد ناوي الهدف الثالث، عبد الله السعيد 3-0، اتحسب له الجول الاولاني، لو اتحسب له يبقى هاتريك النهارده الدقيقه 11، عبد الله السعيد والهدف الثالث للنادي الاهلي، ادي اللعبه وادي رمضان صبحي، عدى رمضان لعب العرضيه، عبد الله السعيد على طول والهدف الثالث للنادي الاهلي، بقول لحضراتكم النهارده مباراه بلا شك مفيده جدا للنادي الاهلي، تجربه لعيبه كتير جدا ياخدوا ثقه، مع احترامنا لشباب الجونه تجربه اضاعتهم الظروف فيها في مباراه صعبه جدا مع النادي الاهلي، كان الله في عونهم وكان الله في عون مدربهم، وادي تاني كوره وجده عايز يدخل في اللعبه وشاط بره، ادي جده عايز يكمل ويدخل وشاط وبره، بقول لحضراتكم بعد كده الفائز يلعب لصالح النادي الاهلي، حسين يلعب لجده وجده عايز يعدي، رمضان 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 يلعب لانطوي وهدف، جون انطوي وهدف رابع الدقيقه 17، جون انطوي، بقول لحضراتكم اللقاء مهم جدا للعيبه الاهلي وخاصه اللي بيدخلوا لسه في فورمه المباريات في الانتقالات الصيفيه، ادي اتلعبت على طول، عدى على طول، ادي هنا جده عدى بذكاء جده لعبها على طول، ادي جون ده رمضان صبحي وجون انطوي لعبها على طول، هنا رمضان صبحي المتحرك بشكل واضح شمال ويمين ويلعبها، وادي على طول جون انطوي واحده والثانيه رجع بقى، بقول لحضراتكم هداف، وعلى طول وقع اسلام سليمان حارس المرمى بلا شك كان الله في عونه، اتحط في موقف صعب جدا، مباراه مش بتاعته، 4-0 اعزائي مشاهدي نادي سبورت، هنتابع وهيكون في كلام كتير اكيد في استوديو تحليلي مع الزميل العزيز كابتن طامر صار وضيوفنا الكرام كابتن احمد بلال كابتن محمد فاروق، واكيد هيكون في تحليل ليهم واراء ليهم، لكن موقف صعب وقع فيه نادي الجونه، مغامره
كبيره جدا اللعب مع النادي الاهلي. وادي جون انطوي اللعبه اللي قبلها اللي رقص اسلام ولعبها ضعيفه شويه، كان ممكن يبقى منها هدف، لكن جهد كبير. وكاس مصر مع نايل سبورت اعزائي المشاهدين، متابعه دايما وتنسيق دايما معانا النهارده، كم كبير جدا من زمايلنا المعدين وزمايلنا التصوير والاخراج والاهلي. سلوك لعيبه النادي الاهلي متعاطفين جدا مع شباب وناشئي نادي الجونه، بيحاولوا يطمنوا عليهم على طول. شفنا حسام غالي في واحده، شفنا انطوي في الثانيه، وادي واحده على طول تاني جون انطوي رايح مستلم، انطوي يلعب وتاني على طول غالي جون انطوي بيفكر رايح والهدف الخامس. جون انطوي والهدف الخامس في الدقيقه 27، جون انطوي في الدقيقه 27 الهدف الخامس للنادي الاهلي والتاني ليه. جون انطوي الهدف الخامس والتاني ليه في الدقيقه 27، اتعملت له حلوه من حسام غالي، راح انطوي وحطها على طول لحظه خروج الحارس اسلام، وهدف خامس للنادي الاهلي. بقول لحضراتكم اللقاء مغامره كبيره جدا من نادي الجونه، بغض النظر عن الهبوط او عن اي احداث، كان لازم فرقته تكمل او ان هو يضحي بالخروج من الكاس السنه الجايه حتى لو حكمت غرامه، لكن هو فضل انه يشارك شبابه. عموما كل له رايه ونحترم كل الاراء، والمباراه فرصه للنادي الاهلي اللي واخد المباراه بجديه، وده شيء جيد جدا، لا تهاونش، لان كاس مصر ما يعرفش التهاون، لعب من البدايه وحرص من الدقيقه الثانيه ان يكون ليه هدف ويسيطر على زمام اللقاء. محمد نجيب يلعب على طول، توصل الكره محمد احمد مقطوعه منه، تتلعب لرمضان صبحي، رمضان وعايز يعمل مشوار، عمل مشوار، هو جول والهدف السادس، والهدف السادس في الدقيقه الثالثه، رمضان صبحي مفيش يعني فرصه، ثلاث دقائق على طول رمضان صبحي والهدف. ادي الكابتن علاء عبد الصادق مشرف عام على كره القدم بالنادي الاهلي، موجود، كان موجود مع الفرقه تابع من المدرجات، بيعمل جهد كبير كابتن علاء عبد الصادق، حقيقه من المديرين الكوره المميزين جدا اللي عملوا جهد كبير خلال الفترات الماضيه. وادي على طول رمضان صبحي والهدف السادس للنادي الاهلي. هنشوف بقى هنا الفكر، ادي على طول الكادر مع الكابتن رمضان صبحي، مع الكابتن ولي علاء عبد الصادق كابتنه، وبروح رياضية حسام غالي ادى شارة الكابتنة لاحمد عادل عبد المنعم. اعتقد في روح حلوة النهاردة في النادي الاهلي، وهدف سابع، وهدف سابع على طول عبد الله. يا النهاردة مين؟ احمد فتحي، والله احمد فتحي، يلا واحدة من قذايفه كده تعدي، والهدف السابع في الدقيقة ستة، في الدقيقة ستة الهدف السابع، احمد فتحي قذيفة اهي، ادي فتحي استلم وقص وبرجله وزحفه، ما يحاولش عليها اسلام سليمان تعدي، وحارس مرمى جيد حقيقه، ناشئ جيد احمد فتحي شايط، اسلام سليمان معاه لكن معديه، وهدف سابع للنادي الاهلي. هنشوف لسه كتير، وادي الصحيفي بيلعب، زياد الصحيفي، وادي حسام عاشور خرج، ولسه الراجل مخارج ما بيلحقش مع الفايز من الاهلي والشرطه، وسموحه هيلعب، وادي هجمه الاولى بعد اللعبه، وادي ايفونا بيجيب جول بره، بياخد ثقه الملعب، ومالك ايفونا بيسجل الهدف الثامن في الدقيقه التاسعه، الدقيقه التاسعه مالك ايفونا بيسجل الهدف الثامن للاهلي. ايفونا بقى جده بعد غياب محمد ناجي جده بيجيب الهدف في الدقيقه 14، الدقيقة 14 محمد ناجي جدو الهدف التاسع، 9-0. تاني بكرر وبقول التجربة تدريبة مهمة للنادي الاهلي، حسام غالي ليها فوائد كتير جدا، بيرجع مجموعة كبيرة من اللعيبة، عبد الله السعيد بيرجع، ناجي جدو بيرجع، رمضان صبحي، حسام غالي، احمد فتحي، جون انطوي، مالك ايفونا، يعني وادي 9-0 النتيجة على الشاشة، وادي عماد متعب، وادي مؤمن زكريا جنبه، الاثنين اللي النهارده بيريحهم كابتن فتحي مبروك، وتاني حسين راح حسين جاب جول حسين في الدقيقة 20، يبقى الدقيقة 21 حسين السيد الهدف، يعني الواحد الورقة اتملت، 10-0
حسين السيد، عدى حسين راح حسين جاب جول حسين، يبقى 10-0 في الدقيقة 21. دقيقة 21 شوط تخبط توصل ناحية حسين السيد، طلع الجول رجع تاني بسرعة حسين السيد، حسين السيد يقدر يلعب العرضية، لعب العرضية وجون أنطوي جول، جون أنطوي والهدف رقم 11، جون أنطوي والهدف رقم 11 دقيقة 33، جون أنطوي أجوال بيكون في اللقاء 11-0، جون أنطوي هدفه رقم 3، يعني هنقعد بقى نعيد ونحسب. جون البنا مدي ضربة جزاء للنادي الأهلي، أدي إسلام سليمان وضربة الجزاء، هل إيفونا؟ أدي لا والله أنطوي، جون أنطوي، جون أنطوي داخل جون والهدف رقم 12، جون أنطوي والهدف رقم 12 والورقة اتملت عندي 12-0، جون أنطوي في الدقيقة 36، جون أنطوي في الدقيقة 36 الهدف رقم 12، بقول لحضرتك جون أنطوي، جون أنطوي يلعبها لحسام غالي، وغالي عايز يجيب جول هو كمان، راح غالي وراح غالي جاب جول، حسام غالي جاب جول أخيرا، حسام غالي بقاله كتير ما جابش جوال، حسام غالي والهدف رقم 13، واعذروني مش لاقي مكان للورقة بعد كده، الدقيقة 40، الدقيقة 40 13-0، يعني لما نيجي نعيد الجوال ولا نقول الأسامي مش عارف هنقول مين ولا مين، 13-0 تاني بكرر، تجربة مفيدة جدا، تمرينة مفيدة جدا للنادي الأهلي، وفي نفس الوقت قاسية جدا جدا.